اليوم المرصد الوطني للمجتمع المدني من خلال مرافقته لتشجيع شبكات المجتمع المدني المتخصصة حضر اليوم ووفر كل الظروف لميلاد شبكة المجتمع المدني لمواجهة الفكر النيوكولونيالي العالمي. الغرض منه أننا نعيش الآن حال التحول تتميز بهيمنة وأجندة واحدة يفرضها الغرب على دول الجنوب الكبير أو الجنوب العالمي. نريد من خلال حالة الوعي اللي راهي موجودة اليوم معرفة أيضا الأدوات والآليات اللي أصبحت تستغل القوى الناعمة، تستغل الثورة الرقمية التكنولوجية، وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها للتأثير على الفكر، اللي أصبح الآن يوظف أدوات المورد البشري المختلف. وأصبحت أيضا هذه التوجهات على الفكر الغربي تستغل هشاشة دول الجنوب العالمي الكبير من خلال الهشاشة في البنية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي أيضا التأثير أيضا حتى على استقطاب الهجرة الانتقائية أو غيرها من القضايا العديدة اللي أصبحت نشاهدها ونقراها يومين في وسائل التواصل الاجتماعي أو في وسائل الإعلام. هذا الهدف بالنسبة للشبكة اليوم سيشتغل أيضا على كيفية مواجهة هذا الفكر اللي أيضا أصبح يمشي للاستهلاك المباشر للشباب والأوضاع اللي تكلمت عليها اللي يعيشها أي مواطن في دول الجنوب الكبير. كيف يمكن تحصين أيضا هذا الفكر من خلال الشبكة التي ستصنع عن طريق مؤرخين الباحثين الشباب المقاولين اللي يشتغلوا في الميدان الاقتصادي فكر مشترك لمواجهة التأثير؟ نعم، يقين أنها ستقدم إضافة وستكون إضافة ذات بعد نوعي وجودة وانتشار. نعمل في المرصد على تعزيز هذا العمل مع قادة هذه الشبكة لتوسيع الانتشار تاعها وأيضا استقطاب أكبر عدد من النخب المتخصصة، لأن الشغل تاعها راح يكون ذو منتوج فكري، ذو منتوج أيضا استراتيجي نوعي. نترقب أنه 141 ألف جمعية جزائرية تستفيد منه في المرحلة القادمة إن شاء الله. وطنيا نيوز، الواقع من المواقع.